السلام عليكم، ازيكم فنانين؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم كريم عادل. ان شاء الله النهارده هيكون اول درس من سلسله تعليم رسم الانمي، وده بناء على طلب كبير منكم. النهارده ان شاء الله هنبدا نرسم مع بعض شخصيه ناروتو. هنبدا نرسم الاوت لاين مع بعض. الاوت لاين ده اللي هو التخطيط بتاع الشخصيه، وزي ما احنا متفقين دي اهم حاجه في الرسم عموما، انك ترسم الاوت لاين بتاع اي شخصيه مظبوط عشان يطلع الشبه بتاعها مظبوط. والدرس الجاي ان شاء الله هنتعلم فيه ازاي نقدر نلون الشخصيه دي بشكل واقعي بالالوان الخشب، لان الالوان الخشب طبعا هي اكتر حاجه متوفره عندنا كلنا، عشان نقدر نطبق مع بعض وننزل النتيجه بتاعتنا على جروب الفيسبوك وعلى انستجرام. هتلاقوا اللينكات في اول كومنت مثبت تحت وكمان في الديسكريبشن بوكس. انضموا للجروب وتابعوني على انستجرام عشان بعد كل درس تشاركوا التدريبات بتاعتكم او التطبيق بتاعكم على الهاشتاج وعلى الجروب، وناخد راي بعض ونصحح الاخطاء مع بعض. لكن خدوا بالكم درس النهارده بمثابه اختبار ان كنا هنكمل في السلسله دي او لا، يعني مش هنكمل في السلسله دي الا لو لقيت منكم ان شاء الله النهارده تفاعل. لو لقيت منكم تفاعل سواء بلايكات او بكومنتات، يبقى احنا كده معناها ان احنا هنكمل مع بعض في سلسله تعليم رسم الانمي، وانتوا اللي هتحددوا بنفسكم الشخصيه كل مره. يعني قبل كل درس هخليكم تحددوا الشخصيه اللي انتوا حابين انها تترسم وتطبقوا معايا اول باول ان شاء الله. وبالنسبه للبورتريه الواقعي او للرسم الواقعي اللي هو اصلا اساس القناه، ما تقلقوش احنا هنكمل فيه زي ما احنا بكل الخامات، سواء رصاص او فحم او لون خشب او باستل او زيت، كل الخامات مكملين زي ما احنا. لكن اللي هنضاف لنا جديد هو رسم الانمي، وانتوا اللي هتحددوا ان كنا هنكمل فيه ولا لا، وده عن طريق تفاعلكم في الدرس بتاع النهارده ان شاء الله، سواء بلايك او بكومنت. مش حابب اطول عليكم اكتر من كده، انا وصلت اللي انا محتاج اوصله. هستنى التفاعل بتاعكم لو حابين احنا نكمل، ويلا بينا نخش في الشرح. في البدايه فنانين نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه لازم نشوف موضع الراس، زي ما انتم شايفين كده الراس واخده اكتر من 3 ارباع الورقه تقريبا، والجسم واخد ربع الورقه او ثلث الورقه. ببدا اعمل الراس او اكون الراس بالشعر طبعا على هيئه شكل بيضاوي زي ما انتم ملاحظين كده. بعمل خط خفيف جدا 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 على هيئه شكل بيضاوي براها خالص. الشكل البيضاوي ده من اول الدقن لحد اخر شعرايه فوق خالص، تمام يا فنانين؟ كده الموضوع سهل، والخطوه دي مهمه جدا لانها هي اللي هتحدد حجم الراس عندي في الورقه. تاني خطوه فنانين، زي ما احنا متعودين في الرسم الواقعي، في دروس الرسم الواقعي بنبدا نعمل زوم من الموبايل على المنطقه اللي احنا هنرسمها زي ما انتم ملاحظين، وبدات براحه خالص ارسم منطقه الدقن بالفكين. طبعا في الانمي هتلاقوا معظم الدقن واخد شكل مثلث، يعني غير البورتريه، البورتريه بنلاقيه شكل مضلع شويه. بعد كده بدأنا نرسم القناع اللي فوق ده بالراحة خالص. طبعا زاوية الميل بقارنها بالزاوية اللي في الموبايل، علشان كده بقول دايما لازم واحنا بنرسم نخلي الموبايل بشكل عمودي، ما يكونش مايل يمين ولا شمال، علشان الزوايا اللي زي كده اللي هي زي زاوية القناع دي اعرف اقارنها مظبوط بالزاوية اللي في الموبايل بحيث تطلع معايا مظبوطة. طبعا الموضوع بسيط ومش صعب لأي حد. وبعد كده في مناطق ظل زي ما انتم شايفين او انعكاسات بتكون في القناع، ببدأ احطها بالراحة. هبدا اعمل الجنب الثاني او الزاويه الثانيه، طبعا بحرك الموبايل في اي اتجاه واي جزء برسمه لازم احرك الموبايل معايا. طبعا انتم مقارنين في الموبايل معايا وشايفين الزاويه بنفس الميل. بالراحه ابدا اعمل الانعكاس اللي في القناع ده، الاضاءه، الحاجات دي كلها بتساعدني ان هي تظهر نفس الاوت لاين او نفس الملامح يعني، فانصحكم ترسموها اول باول. دلوقتي يا فنانين هنبدا نطلع في القناع من فوق، الجزء اللي فوق بتاع القناع، وبرضه زاوية الميل بتكون بنقارنها بالزاوية اللي في الموبايل زي ما انتم ملاحظين، عشان كده مخلي الموبايل رأسي قدامي وببص من فوق علشان أقارن الزاوية بتاعة الورقة دي بالزاوية في الموبايل أشوفها مظبوطة ولا مش مظبوطة، تمام؟ بالراحة خالص هعمل الجزء بتاع الأذن من الشمال كده بالراحة. وبعد كده نبدأ نرسم الخصلة بتاعة الشعر اللي هي نازلة لتحت دي بالراحة برضه، وآخد بالي منها لأن دي مهمة جدا، لأن دي اللي هتحدد جنب الوجه عندي. يعني لو في البورتريه الواقعي بنحدد الخد على طول، انما هنا الشعر هو اللي محدد الوجه. بالراحه خالص هرسم الزاويه الثانيه بنفس الميل من ناحيه اليمين كده بالراحه خالص، وهبدا ارسم الحاجب. طبعا القلم اللي انا بستخدمه نسيت اقول لكم في بدايه الفيديو، القلم اللي انا بستخدمه قلم 2H، بنستخدم قلم 2H علشان درجته بتكون فاتحه جدا خفيفه جدا. اللي حابب يفهم اكتر عن موضوع الاقلام والكلام ده كله يشوف الدرس اللي فات اتكلمت عنه بالتفصيل عن القلم الرصاص ودرجاته وازاي نقدر نحلل درجات البشره. بعد كده نبدا نرسم العين بالراحه خالص، واحنا بنرسم العين نقارن الميل بتاعها كويس جدا يا فنانين، عشان العين لو مالت هتلاقي الشبه بتاع البورتريه اختلف بطريقه كبيره جدا جدا جدا، تمام؟ زي ما انتم ملاحظين عين الانمي مفيش اسهل منها، يعني اسهل من العين في البورتريه الواقعي بكتير جدا، لانها بتبقى عباره عن اوت لاين من بره وجواها دايره صغيره وخلاص على كده، الباقي كله دور التصديل بقى او التلوين يعني اللي هنلونه لسه في الدرس الجاي ان شاء الله.
زي ما انتم ملاحظين هبدأ اعمل الدايره واتاكد ان الدايره دي مدوره فعلا مش مكسره، لان في فنانين كتير منكم بيعملوها مش مدوره مش مظبوطه، يعني بقى فيها نسبه تكسير كده، وده غلط كبير جدا. انا لاحظت فيها اللي هي حته مكسره وقمت مسحها وهبدا اعملها بالراحه خالص كده. بعمل اوتلاين للظل اللي تحت العين برضو جزء بجزء. احنا زي ما احنا متفقين برضو اللي متابع معايا الدروس، زي ما احنا متفقين كتله بتجيب اللي بعدها، يعني مثلا عملت العين هتجيب الجزء اللي بعده، عملت التظليل اللي جوه العين هيجيب الجزء اللي بعده وهكذا. بالنسبه للنين بتاع العين طبعا هو زي ما انتم شايفين في الصوره انه اسود داكن، فانا عملته كده تظليل بالرصاص عشان اكون عارف او عشان يظهر لي ملامح للانمي او الشخصيه اللي انا برسمها اكتر. هبدا ارسم الاذن دلوقتي، ببدا من فوق من بدايه القناع من فوق كده، ومن تحت من 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 نهايه القناع من تحت برده، وهبدا بالراحه خالص الفنين زي ما انتم شايفين اخدها من فوق لتحت. زي ما انتم شايفين كده لاحظت ان في خطا في الاذن من فوق، فهبدا بالراحه اجيب الاستيكه بتاعتي او المحايه زي ما بعض الفنانين بيقولوا عليها، بالراحه خالص وامسح واعدل. مفيش اي مشكله ان انا امسح واعدل، ما تسمعش كلام اللي بيقول لك ما تمسحش وغلط تمسح وعيب والكلام ده كله، لا عادي جدا، يعني عادي جدا انك تغلط وتمسح وتعدل، مفيش اي مشكله، انت لسه بتتعلم وكلنا مبتدئين وبنتعلم، مفيش اي مشكله. بالراحه خالص اعمل بقى نهايه الاذن بنفس الميل. طبعا ده كله هيبان في خطوه التلوين او التظليل، بقى هنلاقي ان البورتريه او الشخصيه اللي احنا بنرسمها دي واقعيه اكتر، بتظهر الواقعيه بتاعتها وبتظهر مناطق الظل والضوء والكلام ده كله، فهتتجسم معانا ان شاء الله. هبدا ارسم الجزء اللي جوه الغامق ده واتاكد ان هو مظبوط، لان هو بيفرق كتير جدا في شكل الاذن برده. دلوقتي فنانين نبدا نرسم القناع من فوق زي ما انتم شايفين كده بالراحه خالص، بنرسم الزاويه من اليمين وهرجع اقابلها من الشمال، تحسوا اللي فيها كسره كده، حته داخله لجوه حته طالعه لبره، بالراحه خالص. وطبعا ما ننساش ان الموبايل يكون جنبنا واحنا بنرسم اول باول، ما نبعدش الموبايل خالص عننا عشان نقارن الزوايا بتاعه الميل مظبوطه. يعني هنا القناع ماشي مستقيم وبعد كده بينزل اليمين معايا ناحيه اليمين، هيبدا يميل من اول هنا ناحيه اليمين زي ما انتم ملاحظين. الموضوع بسيط جدا. هبدا ارسم الجزء المعدني اللي في النص، بادئ من قبل نهايه العين بشويه وبينتهي عند جنب الانف بشويه برضو هنا كده، وابدا اقفله من فوق ومن تحت. الموضوع بسيط خالص. اهم حاجه وانتوا بترسموا ما تستعجلوش، خليكم هادين جدا، خلي ايديكم بطيئه، ما تبقاش ايديكم سريعه جدا عشان تطلع الخطوط بتاعتكم مظبوطه. والانمي بيختلف او بيفرق عن البورتريه، او ليه ميزه عن البورتريه ان خطوطه لو اختلفت معاك شويه عادي هيطلع لك نفس الشبه برضو، لعكس البورتريه لو في خط ولو بسيط اختلف معاك في الاوتلاين هتلاقي ان الشبه اختلف خالص وما بقاش نفس الشبه. دلوقتي هنبدا نرسم الشعر اللي هو تحت الاذن ده بالراحه. ده سهل جدا، بيكون عباره عن خطوط مستقيمه ومايله في بعضها مش اكتر من كده، يعني ده بسيط جدا واي حد فيكم يقدر يرسمه تقريبا، يعني مش هتواجهوا فيه صعوبه ان شاء الله. بعد كده هنخش الخصله الثانيه اللي هي الناحيه الثانيه بالراحه، دي خصله واحده او في جنبها خصلتين صغيرين بس دول هنعملهم واحنا بنلون، مفيش اي مشكله. وبكده نكون خلصنا الجزء اللي تحت كله، تعالوا نطلع من الشعر بقى. دلوقتي يا فنانين نبدا نرسم الشعر. زي ما انتم ملاحظين بدات بالخصله ناحيه الشمال، لقيتها مايله لفوق شويه شمال شويه، وبعد كده طالعه اللي فوق مستقيمه. خصله بتجيب الثانيه زي ما احنا متعودين، يعني كل ما ارسم خصله هلاقي الثانيه جت على طول بعدها، فبالراحه خالص. هتلاقوا معظم الخصل بتاعت الشعر، وده اللي بيميز برضو رسم الانمي عن البورتريه، خصل الشعر فيه بتكون مستقيمه وشكل كسرات كده زي ما انتم ملاحظين، وده سهل جدا جدا مقارنه بالشعر في البورتريه. شعر البورتريه بيكون اللي هو الواقعي، يعني لازم يكون واقعي جدا، وده مش هيكون واقعي غير لما تحدد خصل ومناطق ظل وضوء والكلام ده كله، لكن هنا الموضوع سهل جدا. كل اللي بتعمله هي شويه تفاصيل مستقيمه كده ومرتبطه ببعضها، يعني خصله بتجيب الثانيه بتجيب الثالثه وهكذا زي ما انتم ملاحظين يا فنانين بالراحه خالص. طبعا ما تنسوش ان ده البورتريه الاول او مش عارف، انا كلمه بورتريه معلقه معايا خالص بما اننا اول مره نرسم انمي يعني على القناه هنا، كل شغلنا بورتريه، فكلمه بورتريه هتلاقيها معلقه معايا كتير شويه، بس لو استمرينا ان شاء الله لو لقيت في تفاعل منكم واستمرنا في الانمي هتلاقوا شغل عالي ان شاء الله، وممكن برضه نخش في نرسم انمي بالديجيتال ديجيتال ارت، وممكن نعمل حاجه جديده ان شاء الله يعني، بس ده كله مرتبط بتفاعلكم انتوا. الدرس ده هيكون اختبار بس مش اكتر. زي ما انتم شايفين هبدا اكمل الخصل من الناحيه الثانيه،
دايما ببدا من بدايه الراس، فاهمين؟ يعني ما ينفعش ابدا خصله من فوق، يعني انا ما كملتش خصله من فوق ورجعت قابلت من تحت عشان انهي الخصل بشكل مظبوط زي ما انتم ملاحظين كده اهو. بعد كده هربط الخصله دي بالخصله دي وبكده خلصنا الشعر. مش باقي بس غير التفاصيل الصغيره اللي جوه البسيطه دي، ودي هنعملها في التلوين بشكل بسيط جدا جدا، وهتشوفوا الخطوات دي واحنا بنلون ان شاء الله في الدرس اللي جاي لو في درس جاي ان شاء الله. زي ما قلت لكم تفاعلكم معانا هو اللي هيحدد ان كان في درس جاي ولا لا. دلوقتي هرسم الشعار اللي جوه القطعه المعدنيه ده. بسيط خالص، هو عباره عن حته زي الحلزونه كده وطالع منها مثلث اهو، هو ده المثلث. وبكده خلصنا الجزء اللي جوه. في كام دايره من الاجناب هعملهم برضو. ممكن ما تعملش الخطوات دي وتلونها على طول، مفيش مشكله، سهل جدا. يعني ممكن الخطوه دي تتعمل بعد التلوين، بما ان التلوين تحتها وبما ان لونها اسود فممكن تلون تحتها القطعه المعدنيه الاول وبعد كده ترسم القطعه دي. تعالوا بقى ننزل لباقي الجسم تحت عشان نخلص الانمي بتاعنا. دلوقتي فانا هننزل للجزء بتاع الرقبه بالراحه خالص، وده يعتبر اسهل جزء ممكن نرسمه في الانمي كله وفي الشخصيه كلها. بالراحه بنبدا نرسم الرقبه وبعد كده بنطلع منها لللبس او للاكتاف بتاعته بالراحه خالص. بنبدا نعمل كيرف كده وكيرف فوق تاني اهو، وبننزل بيه لتحت. مسافه ما ننزل بيه لتحت يبقى احنا كده خلصنا اللبس بتاعنا، ودي الرقبه، دي المنطقه اللي بتربط الجزء اليمين بالجزء الشمال، سهله جدا. يعني انت مسافه ما ترسم مثلا الجزء الشمال هتلاقي ان الجزء اليمين زيه بالظبط، مفيش اي اختلاف بينهم، كانك بتعمل ميرور لصوره معينه فبيظهر الجنب اليمين هو نفسه الجنب الشمال، مفيش اي اختلاف بينهم زي ما انتم ملاحظين. الجو الموضوع بسيط خالص. من الكتف كده فنان نكون خلصنا الجسم كله. مش فاضل بس غير ان انا احدد المناطق اللي هي الغامقه اللي بتكون في الرقبه وفي الشعر وكده، عشان لما اجي الون الاقي الموضوع بالنسبه لي بسيط كده. مش باقي معانا غير خطوه واحده وهي خطوه التحديد، فيلا بينا نشوف هنحدد ازاي مع بعض. بالنسبه للتحديد فنانين ممكن يكون بقلم ماركر زي ما انتم ملاحظين، او قلم لون من الوان الخشب، اي لون عندي او اي نوع عندي مفيش اي مشكله. وممكن كمان يكون بقلم تحبير من اللي هو الرفيع خالص الصغير، اي قلم فيهم ينفع. بس القلم الماركر خدوا بالكم بيتقل اللون جامد جدا، فانا استخدمته بس في منطقه العين لان منطقه العين هي اغمق منطقه في الانمي كله، فانا استخدمه هنا بس وهكمل باقي الشخصيه بالقلم الخشب عادي جدا. الخطوه دي فنانها انا مصرحها على الاخر لان طبعا مش محتاجه اللي احنا بطاها. كل اللي بعمله دلوقتي ان انا بحدد الخطوط اللي انا عملتها بالرصاص بالقلم الخشب الاسود، لكن مش كل الخطوط هتكون بنفس اللون. انا بحدد المناطق الغامقه بلون غامق جدا، يعني زي ما انتم ملاحظين كده الشعر عملته بلون فاتح والقناع عملته بلون اسود داكن جدا، يعني تقلت ايدي قوي. فبالتالي اي منطقه سودة هسود او هتقل ايدي فيها قوي، واي منطقه فاتحه زي منطقه القناع وكده هخف ايدي فيها بالشكل اللي انتم شايفينه ده بشكل بسيط خالص. هبدا احدد النني او الدايره اللي جوه العين بالراحه، وهبدا اكمل بنفس الاسلوب كده باقي الشخصيه كلها. القلم الخشب اللي انا بستخدمه ده ماركه فيبر كاستل بولي كرومز، الماركه دي احترافيه معروفه جدا. ممكن لو مش متوفر عندك الماركه دي ممكن تستخدم قلم خشب ماركه فيبر كاستل اللي هو المائيه العاديه، ممكن تستخدم اي ماركه الوان خشب عندك، ممكن تستخدم قلم تحبير زي ما قلت، بس انا بفضل القلم الخشب لانك بتقدر تتحكم فيه تتقل وتخفف فيه بالشكل اللي انت عايزه. طبعا خطوة التحديد دي هي اللي بتظهر الشخصية عندي وبتساعدني لما اجي الون الون بشكل مظبوط ان شاء الله. موضوع التلوين ده نعرف في الدرس الجاي ان شاء الله طبعا لو لقيت فيه تفاعل، انما لو مفيش تفاعل حسيت ان الدروس دي مش هتكون مفيدة، فبالتالي هنكمل في البورتريه الواقعية بس. زي ما انتم ملاحظين بحدد كل الخصل بالشكل اللي انتم شايفينه ده. الموضوع بسيط خالص يا فنانين، اتمنى ما يكونش حد مستصعب الموضوع لانه بالفعل سهل جدا جدا جدا. وانا بظلل او بحدد خصل الشعر بعمل جوه تظليل فاتح كده او تظليل يدوب رمادي شويه عشان يحدد لي المناطق الداكنه اللي جوه الشعر.
الخطوه دي مهمه برضو، لان لما باجي الون بكون محتار في مناطق الخصل اللي بين الشعر دي، فالافضل وانا بعمل خطوه التحديد دي اعملها معايا. هتلخص عليها كتير جدا في خطوه التظليل او التلوين. كده احنا خلصنا الجزء اللي فوق كله، مش بقى لنا بس غير الجسم من تحت. بكده يا فنانين نكون خلصنا الدرس بتاعنا النهارده، اتمنى يا رب تكونوا استفدتوا. لو حاسين ان سلسله الانمي دي هتكون مفيده معاكم ان شاء الله، او دروس الانمي عموما، اكتبوا لي في الكومنتات تحت وهستنى التفاعل بتاعكم. لان لو ما لقيتش تفاعل يبقى بالتالي الدروس دي مش مفيده، فهنكمل في البورتريه الواقعي وخلاص. اتمنى يا رب تكونوا استفدتوا، لو استفدتوا ما تنسوش تكتبوا لي تحت علشان نكمل الدرس الثاني اللي هو التلوين بقى، نعرف نلون ازاي بشكل واقعي كده وكويس. ما تنسوش تعملوا لايك على الفيديو، دي اهم حاجه، وتشتركوا في القناه عشان تشوفوا الدروس اللي جايه ان شاء الله. واستنونا في درس جديد بكره ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.